فما شكون يحب يجي يحوس بالفدار باش يطل ويفرهد وليداته هكا هو احسن نوع نتاع كلاب اه الكانيش خاطرو الارم جينا هلا عاد يزمو يهون تاكسي ماشي وجاي مش يجي المصبي دجاج عربي اما نتاع القاره الامريكانيه الخير. اهلا صباح النور عايشو اليوم في سوق المنصبين ترسي كل تجيلوني منصبين حب ياخذ كلب حب ياخذ قطوط حب يشري فار حب يشري حتى حيوان غريب فما اللي حب يجي يحوس فما شكون يحب يجي يحوس بالفدار باش يطل ويفرهد وليداته هكا هو الاكثريه يحوسوا ما خاثماش فلوس الشرايه قليل ياسر ما تشوفنيش تو اني بعد كابتن سيمو خاطر صرحت عليهم فهمني سلعة 190 و80 حسبتهم الوزوز بمية كوبل أنت والكر وعندي كعبة ضمة الكانيش بشو مالتي هذه سلعة 180 ورانا نبيعوا فيها ب120 خاطر ما فماش فلوس يلزمنا نبيعوا وبليقاتوار علينا وربي يحرك الأسباب وربي يجراها للصلاح وكهو فهمني يبدأ فما هكا مناسبات وعياد السوق يرقد يتيح السوق يرخص بالقداء الناس كل تولي تخمم مع العيد وخموا على برشا عوايش تو احنا بقدره ربي بعد العيد يدور الفلك يدور والدولاب يدور اما نبيعوا حتى كي نبيعوا احنا نورمال عادي نبيعوا عادي جدا فهمني نسرحوا العباد ونبيعوا تراك شوف تسلع نوار سلع نوار جو سموني واحد نستنى فيه ثاني هو قشار يحب يخوهم الكل عنده بوتيك يحب يخوهم الكل ما رجع ليش كان رجع لي نتفاهم انا وياه نعطيهم له مع اليوم النهار سخون ونحب نروح بكري والحمد لله يا ربي ونعمه بالله فهمني ان شاء الله ربي يحرك سبابها ان شاء الله ربي يجريها للخير وان شاء الله جاي خير من اللي تعدى وكهو ان شاء الله يا ربي حني سوم خويا في متناول الجميع الشيري ما فماش والله خويا بالفيدير ولا يجي يتفرج ويمشي على راه تقول له 120 كان قلت له 1,200,000 ما عادش فما فلوس ارخص نوع في هذا بشنو والله عندي الكانيشات هذوما 120 خويا ارخص نوع والله ما عادش فما سلعه تشوف فيها الكليب السوق ناقص فلوس ما فماش ما عادش يخلص فهمت كيفاه هو تولد لك لانثى باش تصرف وتوكل والدنيا ما عادش يخلصك فهمت كيفاه ما عادش تخدم ما عادش يخلصوك 120 تقول له 120 يقول لك يخزر لك على جنب كان قلت له فهمتش يعني والله ربي العظيم تضحك صح عليك خويا والله انت تويكا تسترزق من بيع الكلاب والله انا نخدم مع خويا باهي كان جينا نعمل طلب نشري ونبيع فهمتني كان نعاونوا شوي هكاك نسترزقوا منها والحمد لله يا رب قداش عندك في شراء والبيوع شراء وبيوع الحيوانات لا ما عنديش برشا انا مغروم اما ما نبيعش ونشري برشا مغروم بالقدية فهمتني ولد باب جديد اما ما نبيعش ونشري برشا صيف سنة دخلت في البيع والشراء اي وال فما ربح انا فهمت والله ميت اخويا دخلت وندمت الاسوام حتى هي تخوف شويه كاين شويه تخوف شويه الاسوام خويا كاو ماكلتهم علفتهم دويتهم مصروف خويا انا نشوف فيك وعندك بوراقك الدور تقريبا بوراقي خويا انا ندور اي بوريقاتهم خويا باسبوراتهم الكلايبات خويا شو ما هذوما شنو بيرجير مون خويا هذوما شنو اساميهم الاولاد عندك اش و ايز خويا وقداش طالب فيهم 600 خويا ان شاء الله زوز ولا الواحد زوز زوز معاك من اليوم صغار لا ما ما شاء الله لا معناها ربيتهم اي من اليوم صغار من تحت امهم هذوما يعطيك قلبك تبيعهم شو نبيع اخويا شو باش نعمل اخويا الله غالب لازم نبيع اخويا فيهم تعب فيهم مصروف فيهم برشا مصروف كاو بريد عيد يمشيوا الكلاب ويجيوا العلال الشر هذاك هو اخويا نبيعوا الكلاب ويجيبوا العلوش باش نعيد صعيبه الوضعيه واحد يبيع تمشي الكلاب تجي العلال هيبه تبيع اما باش انا خاطر معرس عندي ولدي كان ماشي عندي ولدي تنذبح دندونه عادي مو ذبيحة كل ذبيحة حتى حمامة تذبح حمامة المهم ذبيحة صحية شي أحسن نوع متاع كلاب تنجم تشريه أحسن نوع متاع كلاب أه الكانيش خاطره ألارم ألارم تحطه في الدار ما يعضش يهبهب عبارة حات ألارم تمس الحيط يسوني
باهي. وبالنسبه للجهامه احسن كلب؟ للجهامه احسن كلب لا اله الا الله محمد رسول الله دوغ ارجنتان. الاسوام في المتناول مالجري طايحه معناها اما ما فماش بيو معناها من الصباح انا بليسك ما بعتش شيء. وانا من الصباح وانت تطيح هاي 12 وهز وشي بديت من 15 مطيح ل 12 ل 10 عايش 12 وهز قال لك تمشي وترجع مالجري معناها السوم العلوش معناها طالع نورمالمون هذه لحوم بيضاء ولا لحوم منافسه نورمالمون تطلع اللحوم الحمراء تطلع اما هاك تشوف وعيد وواحد كل شيء يمكن هذاك. طيب قداش الارنوب؟ الارنوب على 12 دينار. وين جيتوا اليوم المنصبي؟ جينا باش ناخذوا فلالس الجيش. الاسوام اللي لقيتوها اليوم شنو هي؟ بكيك او بر. انا لقيتوا لحاشكم بيه ولا ما لقيتوش؟ لقينا والله كان اسوام يبدا مغروم بمقنين ولا مغروم بعصفور ولا بدجاج وكذا يهون عليه كيف هذاك ويتلهى بك ما خير متلهى بحكايات اخرى في وقتنا تو فهمت صاحبي فترة تو الدور تو في السوق الكل امور كيف فهمت تو برا مش نشوف المقنين غاديك هيك ب 500 ب 350 ب 400 فهمتيش حاجه تعجبه ياخذها فهمت كيف الدجاج كيف يا خويا تصرف الناس على الكيف تصرف كيف هم ذاك هو احنا في الحياة هذي عايشين فهمت كان مجلس فهمك كيف انت على البكمة ذيك ومش نلهو بها ما عاش حياة نتاعنا كيف مرة ناخذ رخيص مرة ناخذ غالي وهي ماشي هذيك كيف الحياة كيف البشر ندور في السوق هنا اعتبار كأنه دور في حديقة حيوانات فهمت صاحبي أمور نفسانين فهمت البشر فهمت يغذي مخه فهمت خير ما يمشي لحكايات أخرى فهمت صاحبي؟ وهذيك هي حياتنا بلا كيف تمشي، نهار لحد كي يجي نهار لحد يسمو يهون تاكسي مشي وجاي مش يجي المنصبي، المنصبي خاطر الكيف نتاعو هذاك، أما خير كيف عصفور ولا دجاجة ولا كذا نمشي حطها بحكاية أخرى، ذا كيفنا؟ أستاذ جبت ولدك وجيت اليوم؟ رجيت نتفرج على السوق ومشيت بعت عندي موتور بعته وروحت، فهمني؟ على ما كازا هذا كيف بعت الموتور على غالب عيد تويكا واحد يعني ما كالعادة لازم الواحد يبيع موتور ويبيع حاجة خير من اللي وبالنسبة للحيوانات هكا ما مكش حاط عينك على حاجة والله لا عندي بيهم غرام جملة كلش كان الولد عندها غرام بيهم حاجة أخرى أنا معك باش مغروم أنت أنا بالكليب مغروم وقاعد تقنع في بابا باش ياخذ كلب أنا لا ترى ربي في الدار وكهو كلب عربي فيه البرك تشري العبيد المغروم يهون المغروم يهون المغروم أما تو أكثر حاجة قاعدة تشريها هي العصافر قاعدة تشريها العصافر رخيصة تو يخدموا ب 12 وب 10 وب 11 قول انت عبيها بالعصافر بقل الميزانية عبيها بالعصافر وفي الربيع بيها ب 50 ب 40 ألف قلش عطاك فيه سوم التو؟ تو تسام ب 100 وما بعدش. العادة شو تبيع العادة ولا كل مرة حاجة؟ لا نبيع كل شيء أنا غرامي هوش حيوانات بصفة عامة. حتى الحنوشة ربيتهم. نربي كل شيء. والله غرام. عصافر، دجاج، كباش، معيز، كل شيء. المرة هذه أو الجاج؟ إي لا ديما نربي. إي مغروم. وكل نهار حد في المنصب بي صباح النور خويا صباح الورد خويا الغالي مرحبا المنصب بي قبلت الناس المغرومه بالحيوانات الكل فهمني جهه هذه او فيها دجاج عندنا اليوم عندنا حمام هذا حمام زينه يتسمى اسمه جاكوبان هذا يعمل كاسكه كيف وقراص ومزيان وكا شنو اخر تحب تعرف هي الفازه في الحمام هذا معناها شنو الاختلاف قلب هذا فوق راسه وهاك ويعمل الزينة هذية فوق راسه ريتها هذيك تتسمى جاكوبا شوف ما شاء الله الحمام هذا كان غالي قبل مش موجود توا موجود منه برشا في تونس
هكا بقاو كان المغرم يحبوه هكا. هو متاع غرام ولا متاع ماكله متاع غرام؟ غرام خاطرو غالي شويه. الحمام متاع الماكله هكا اللي يسموه عربي ولا فواياجور ولا واحد، هذا متاع زينه هكا. قداش ماشي الحمام؟ والله توا كان قبل وقت اللي خذيناه، ما احنا ذوما اول ما جاو يعمل الكوبل في الزوز ملاين هكاك. اه الكوبل انثى وذكر توا في 200 دينار الكوبل، 180 170 هكا، خاطر توا ولا موجود منتج منه برشا في تونس. يعني هو متاع زينه اكثر منه متاع غرام. زينه وغرام، هذا حمام غرام متاع غرام، كيما تشوفها كي مثلا البرامه، دجاج البرامه كيما هكا، هذا دجاج غرام، هذا مثلا وين دجاج، هذاك دجاج تاع ماكله الحم، هذاك زاد دجاج مصري غرام، فهمتني؟ فما حاجات تاع غرام، فما حاجات نتاع همهامه. هذا سردوك، هذاك الدجاج نتاع، هذا دوري تسمى على الريش الاصفر، هذا فيه ريش. هذا نتاع غرام ولا نتاع ماكله؟ غرام، هذوما كل غرام، الماكله هاو. هو قال لي انت ملك الطيور، شنو حكيت ملك الطيور؟ الطيور اخويا مش ملك الطيور، انا شهال بدالا نشري ب 10 نبيع حتى ب 12 نربح 2000 فرنك في البرك. والله قناعة به اخويا، القناعة به، استغلال مش به اخويا، صحيح ولا لا؟ انت شنو حكيتك في المنصب؟ انا اخويا زاد بيع متجول. نبيعو نشرو اخويا، نحن نشرب 5 نبيعو ب 10، نشرب 5 نبيعو ب6، تلقى فيه دينار في فرنك، هذيك هي التجارة اخويا. والليمات هذي البريود هذي شنو أكثر حاجة ماشية في الحيوانات في المنصبين؟ ما فماش حاجة ماشية تو اخويا، تسخن الدنيا يطيح الريش، اسم الريش يطيح، ما فماش قبل برشا والله، في الريش بسبعة ما يطيح اسم الريش بسبعة، ما فماش قبل برشا، زي البريود تاع العيد هذيا ماك تعرف، كلها تمشي لتجاه العلوش، حاجة أبجل من حاجة، حاجة أبجل من حاجة اخويا. والريش في الصيف يطيح خدمة سيزون من سبتمبر حتى كشي لجوان، عاد لجوان اخويا، من الدبي بتاع جوان يبدا يطيح بشوي بشوي، وكا تشوف فيه انت بقدامك على عينيك، تسخن السخانة ما عادش حتى العباد ما عادش تهبط. قلت له هذايا جديدة جايبين منها والله، هذايا وذنيهم متوالش برشا، ومتاع حفنين حتى في الجنينة تعمل عليه جو هذا. ما يكبروش برشا، حدو هاك. مش يكبر كيما الأران بالعربي، هذايا الشت الأخرى جديدة. ياك الدور حتى في السوق ما تلقاش هكايا، يعني الشتلة هذايا ما تلقاش منها. منين هذايا الشتلة ولا شو اسمها؟ هذا برشا كل واحد يسمي فيها باسم، حتى تو نبدا هنا كل واحد يسمي هيري بس، عندها ثلاثة ولا أربعة سامي كما نقولوا نحن، فما اللي يسميهم بابيون، أنا نعرفهم زادا بابيون، حتى كي خذيتهم على أساس بابيون، عندي كوبل أنا في الدار. كوبل جابوا هذوما الصغار؟ جابوا برشا أجيال مش هذوما برك. هذا قداش تعطي في الكرش؟ تعطي 7-8. وتولد كيما الأرنب العادية نفس ال كل شهر؟ كل شهر تولد كل الأرنب العادية، حتى في الماكلة متاحة كل الأرنب العادية. السؤال المهم بقديش تويكا؟ هذوما ب10,000 وهذوكم ب15. كعبة ب10,000، هذوكم الكوبل ب20، وهذوكم الكوبل ب30، وهو موجود عندنا السيارة. شنو هذا؟ سيف هذا سكر. هذا مازلنا نتلاهو بيه، مازال صحته. قداش عمره السيف هذا؟ والله هذا مازال كي خذيته. نحكيو على الاكزوتيك هنا مع تاع صفر الزينه. فهمت؟ هذا فرخ جون ريسيسي. دونك هذا هو. هذا ما في الانواع. فما برشا انواع نتاع 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 زينه نتاع صفر نتاع زينه. وقداش هذوما؟ والله كل واحد وكيفاش. تبدا من 10,000 حتى توصل كعب 40 دينار. هذا نوع نتاع سمان ديجا مش كيما العصافر. وهذا من العصافر كيما نقولوا نحن الفرق ب 40,000 زاد حاجه دراس ماهوش البلدي اللي قاعد نشوفوا فيه متداول، فهمت؟ وهذيك الكعبه ب 10,000 البنغاليين متداول نتاع الزوالي اللي نجم يربي ولا اللي هو، فهمت؟ نتاع زينه هي مكثري نتاع زينه. وكل واحد وغرامه، فما الغرام يتقسم كيما نقولوا نحن. اش عندنا اليوم؟ هذوما تسميو فلوس رود، روديزلوند. روديزلوند اش معناها فلود رود؟ روديزلوند شتله، هي شتله اسمها روديزلوند. شنو حكايتها؟
انت هذه تنتج الحم وعظم. هذه جات لتونس عام 80 مع علوش تيبار، مقاومه الامراض نتاع تونس، عباره دجاج عربي اما نتاع قاره الامريكانيه. وشت هذه موجوده برشا توا لات في تونس؟ موجوده كما قلت لك من عام تقريبا في الثمانينات دخلت لتونس وانتشرت توا وموجوده في تونس من الشمال للجنوب. ما ندخل كل يربي وفاه. معناها ما تفرقش توا تقريبا بينها وبين العربي. الفرق الوحيد ليه في اللون، هذوما اللون الوحيد يبدا يكون كيما هكا احمر غامق ذاك. والعربي فيه برشا الوان. ستة آلاف زيوة مش برشا؟ يا غالي وش ني برشا، لا مو غالي. ها شال الحل مال والله مش عليك يا ذاك هو ها القمح ولا بثلاث آلاف القمح، الشعير بألفين، هي من مش حدها عاد انت. وماشي التجارة متاع الزيوان والعلاف؟ يا ماشي التجارة متاع الزيوان ماشي باهية مورا واضحة. ايه هكا هو الفرخ، وين هو الفرخ؟ ما ثماش تو الفرخ ذا، ما مات قتلوا الشياح مات. يعني تويك باش يزيد تفقد العلف؟ ماشي تفقد، ما شنو هاني ماشيين في الفقدان احنا تويك. اي والله ما عادش عندنا الزوان بقوه، قبل كان الزوان عندنا ومفقود واحد ومتوفر وكل شيء، توينا متوفر ما دام حتى شيء متوفر تو هيك. واحنا الزوان نستوردوا فيه ولا في تونس؟ نستوردوا فيه، عندنا شوي في تونس اما الاغلب نستوردوا. وانت توك تبيع في العلف نتاع العصافر؟ عرضني قبيله واحد يبيع في الأزولة، هذه نبته تنبت فوق الماء وياكلها العصفور تاكلها الدجاج شكلها. هي كل شيء موجود، هي موجود. وحسب رايك انت تبيع في العلف في النبته هذه الأزولة هذه حل به في بلاصه الزيوان في بلاصه الحكي؟ هي تعاون، مش هي تعاون، هي تعاون. الزيوان تتخلط كما هك تو هذا يا ميلانج يتخلط بالزيوان ها كما هو تو شوال تخلط هذاك ولا هذاك ولا مخلط كيلو 7000 والشاي راهو غالي معش الطاق والله عادي الطاق الشاي شي خويا غالي. هاك تشوف هاك تشوف انت تقعد تشبع فيه كيلو نحن هنا وخساره يمشي فريات يمشي وكهرباء ومشي وجاي وهكذا ماش خالصين ولا ما تخلصين.